الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على المرجئة. الإرجاء معناه في اللغة التأخير، يقال أرجئني بمعنى أخرني، وسميت المرجئة بهذا الاسم لأنهم أخروا العمل عن القول والتصديق، بل قالوا بأن الإيمان خلي عن العمل، وبعضهم قال بأن دخول الأعمال في الإيمان ليس دخولا حقيقيا ولكنه دخول مجازي، ففرغوا الإيمان من العمل، وقالوا بأن القول يكفي، والقول عندهم إما أن يقصد به قول اللسان، أي من قال لا إله إلا الله كفته ولو أتى من الذنوب والآثام والمعاصي والكبائر ما آتى، فلا ينقص إيمان بمعصية، فلا ينقص إيمان بمعصية ولا يزيد إيمان بطاعة. أو إن الإيمان عندهم هو قول القلب، وقول القلب هو التصديق. إذا منهم من قال بأن الإيمان هو القول باللسان، ومنهم من قال بأن الإيمان هو التصديق، بينما الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، ولهم في ذلك شبه. من هذه الشبه قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن العمل غير الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كما أنك تقول: أكلت لحما وخبزا، فالواو تدل على أن ما بعدها غير ما قبلها. لعل هذه الشبهة من أعظم شبههم في هذا الأمر. والشبهة الثانية هي الأحاديث التي بشرت من قال لا إله إلا الله بالجنة، فاستدلوا بمطلق الأحاديث أو بالأحاديث المطلقة للدلالة على مذهبهم في الإرجاء، كحديث أبي ذر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال: على رغم أنف أبي ذر. قال: فهذا رجل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة مع أنه متلبس بالكبائر الزنا والسرقة، فدل ذلك على أن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان، وأن من قال لا إله إلا الله بقلبه أو بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. وما الأعمال بالنسبة للإيمان إلا تتمة، إلا تتمة، ودخولها فيه دخول مجازي. الرد على ذلك بأن ليس كل عطف يقتضي المغايرة، ليس كل عطف يقتضي المغايرة، قد تكون المغايرة قائمة
ولكن لا يدل معنى المغايرة على الانفصال التام، بل يدل على اللزوم والاقتران، بل يدل على اللزوم والاقتران. وما ضربوه أكلت لحما وخبزا، هذا مع الفارق، فإن الإنسان قد يأكل لحما بمفرده وقد يأكل خبزا بمفرده، فلا ارتباط بين الخبز واللحم، لا ارتباط بين الخبز واللحم. إذن هنا مغايرة مع عدم الارتباط، مع عدم الاقتران، مع عدم الاشتراط. لكن عندما تسمع قول الله عز وجل في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته، الملائكة ليست هي الله، والرسل أعم من الملائكة، لأن الرسل منهم رسل من البشر ومنهم رسل من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل أعم من الملائكة، وجبريل وميكال من جملة الرسل وأيضا من جملة الملائكة. فالعطف هنا لم يقتضي المغايرة، لم يقتضي المغايرة، فإن الرسل والملائكة وجبريل وميكال ليسوا بأغيار، ليسوا بأغيار. إذن ليس كل عطف يقتضي المغايرة، ليس كل عطف يقتضي المغايرة، لأن ذكر الملائكة وبعد الملائكة ذكر ماذا؟ ذكر ماذا؟ جبريل وميكال. إذن هذا العطف لم يقتضي المغايرة. وأيضا مما يدل على أن العطف لا يقتضي المغايرة في كل أحوال قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى ليست غير، ولكنها من جملة الصلوات. وهناك أقوال كثيرة في معنى الصلاة الوسطى، منهم من قال بأنها صلاة الصبح لأنها تتوسط صلاة الليل وصلاة النهار، ومنهم من قال بأنها كل صلاة فهي وسطى، فكل صلاة تقع بين صلاتين فهي وسطى، لأن وسطى مؤنث أوسط، فهو أوسط وهي وسطى والصلاة مؤنثة، فكل صلاة بالنسبة لأختيها هي إيه؟ هي وسطى، فالظهر بين الصبح والعصر، والعصر بين الظهر والمغرب، وهكذا. والقول الذي بعد ذلك أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر، ولعل ذلك أصح الأقوال لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، أي صلاة العصر. وصلاة العصر هنا بدل، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الصبح بدل، والبدل تخصيص، والبدل تخصيص. فدل ذلك على أن ليس كل عطف يقتضي المغايرة، دي واحد. اثنين، أن المغايرة لا تقتضي المغايرة التامة، بل يعنى بها نوع من الاقتران والاشتراط كما قلت لكم الآن: فمن يكفر بالله وملائكته ورسله. فالغير هنا ليس معنى ذلك المفارقة التامة. فقوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يقتضي ذلك أن العمل الصالح غير الإيمان، لأن ليس في كل الأحوال العطف يدل على المغايرة كما بينت لكم. ثانيا، أن قوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدل على ارتباط الإيمان بماذا؟ بالعمل الصالح.
كارتباط الإيمان بالله عز وجل بالإيمان بالملائكة والرسل ونحو من ذلك. وهذه الشبهة لم يتعرض لها الإمام الأجري، وإنما تعرض للشبهة الثانية وهي الأحاديث المطلقة الدالة على وعد من قال لا إله إلا الله بالجنة. فهذا هو معنى الإرجاء. وهناك بعض الذين يتوسعون في إطلاق هذا المصطلح، وهذا الأمر يحتاج إلى ضبط، وهي مسألة تتعلق بالقلوب. يعني ما نشاهده عند بعض الشباب في مسألة الخط في هذه المسألة أو الخط في هذه القضية، سببها سببان: الهوى والجهل. الهوى والجهل، يعني كثرة الخوض في مسألة الإرجاء ورمي الناس بالظنة وتوزيع التهم على الخلق بقدر منازلهم، هذا الأمر مرده إلى اثنين: الأول الجهل، والثاني الهوى، نعوذ بالله تعالى منهما. قال الأجري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على المرجع: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. هنا مسألة في قمة الخطورة، أوجبوا لصحة الإيمان النظر والاستدلال. يعني قالوا: لا يتصور إيمان من مقلد، ولكن لا بد لقبول الإيمان من المكلفين النظر والاستدلال، وهذا قول من أفسد ما يكون، لأن فيه من التكلف والتمحل ما الله تعالى به عليم. لقد ساح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ومات آلاف الصحابة عند فتوح البلدان. لقد فتحوا مصر والبحرين وبلاد فارس وأذربيجان وما وراء النهر من بلاد الترك والديلم، ثم فوقوا شمالا ليفتحوا كثيرا من بلاد أوروبا، ثم غربا ليفتحوا بلاد البربر شمال إفريقيا، ثم جنوبا ليغلوا في الصحراء ويصلوا إلى أماكن مجهولة في إفريقيا. ساح الصحابة في هذه الأماكن، بل ركب الصحابة ثلج البحر، ليصلوا إلى صقلية ورودس، واشتبكت أساطيل المسلمين بقوى الصليبيين في ذلك الوقت، وسجل المسلمون بقيادة الصحابة، سجلوا أول انتصار للبحرية الإسلامية على البحرية الصليبية العالمية في ذلك الوقت، في معركة ذات الصواري بقيادة والي مصر عبد الله ابن أبي الصرح رضي الله تعالى عنه. الله، إذن الصحابة انتشروا برا وبحرا وفتحوا بلادا كثيرة، تكلم أهلها باللسان العربي أو باللسان الأعجمي. مع ذلك ما عرفنا حادثة واحدة قط أن الصحابة قالوا لأهل البلاد المفتوحة: لن نقبل منكم إسلاما حتى تتعلموا لا إله إلا الله بشروطها بنواقضها، وحتى تتعلموا التوحيد بنواقضه وأدلته، وحتى تتعلموا الاستدلال على الوحدانية، والاستدلال على النبوة، والاستدلال في مسائل القدر والغيب. ما قال ذلك الصحابة وما فعل ذلك الصحابة، بل كانوا ينادون بأمر واحد: قولوا لا إله إلا الله تفلح. بس
فمن قال لا إله إلا الله طولب بعد ذلك بشرائع الإسلام، فإن أتى بهذه الشرائع وإلا قتل حتى يأتيها، وإلا قتل حتى يأتيها. ده هو الوارد، سواء في فتح مصر أو في فتح العراق أو في فتح بلاد فارس أو أذربيجان أو بلاد الهند أو بلاد السند أو بلاد آسيا الصغرى أو ما إلى ذلك. ولذلك بوب الإمام مسلم صحة الإيمان من غير نظر ولا استدلال في كتاب الإيمان في صحيح، صحة الإيمان من غير نظر ولا استدلال، يعني معنى ذلك جواز صحة إيمان المقلد، ده اعتقاد أهل السنة يا إخوان. لكن يقول لك لا، أي واحد يجي بده يقعد على الترابيزة يلا اعرف احفظ هناك 7 شروط لا إله إلا الله. طب افترضنا حافظ 6 شروط ولسه 7 مصيبته تقيل، لسه ما دخلش الإسلام يا حبيبي، عيدهم من تاني، عيد احفظ، ايه الكلام ده؟ الإسلام أيسر من ذلك بكثير جدا. لا نريد أن نحول الإسلام مجموعة من الإشكالات العلمية تكون عسرة على الناس. الصحابة جعلوا الإسلام سهلا ميسورا، ولذلك دخل الناس في دين الله بيسر. ولو كان الإيمان لا يقبل إلا بعد النظر والاستدلال لكان ذلك أعظم صارف للناس أن يصدهم عن سبيل الله تعالى وعن الدخول في دين الله. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك استدل الإمام مسلم على ما بوب بحديث عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام على عمه من؟ العباس. يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فضل وراه هذان الطاغوتان من طواغيت قريش، عمرو بن هشام والآخر ابن أمية المخزومي، فضلوا وراه لغاية ما قال على ملة عبد المطلب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه إلا ماذا؟ إلا الكلمة، لم يطلب منه استدلال لقائل أن يقول ولكن أبا طالب كان صاحب لسان ولغة فيفهم معنى لا إله إلا الله، بينما لا يفهمها كثير من المسلمين في هذه الأعصار. يعني يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش تعالى تعلم لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله ومتى تنفع صاحبها ومتى لا تنفع صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الكلام ده كله مع عمه، لأن عمه كان راجل بيتكلم باللغة العربية الفصيحة صاحب لسان، فعارف معنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. الجواب على ذي الشبه، سلمنا لك بهذا، خلاص النبي عمل الكلام ده عشان عمه لغوي صاحب لسان وبيان. طب ليه الصحابة ما عملوش الكلام ده مع أهل القبط والبربر والترك والفرس والروم وهم أصحاب عجمة؟ ليه؟ فهذا دليل على مذهب أهل السنة أن الإيمان يصح من مين؟ من المقلد، وأن النظر والاستدلال ليس بواجب، وأن النظر والاستدلال في كونهما شرطا في قول الإيمان ليس بواجب. واضحة قلنا المسألة ديت؟ واضحة؟ واضحة؟ طب اللي فهم كده يرفع ايده كده؟ تفهمها ولا مش فاهمها؟ ها؟ طب الحمد لله. طب ما رفعش ايدك ليه بقى؟ حد يا اخوانا مش فاهمها؟ طيب الحمد لله. قال محمد بن حسين الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات والحمد لله على كل حال، أما بعد فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. طالما قال بلسانه وقلبه صادق خلاص أجزأه. ومن مات على هذا فإلى الجنة. ممكن يكون راجل أسلم يعني قال الكلمة بلسانه وصدقها بقلبه وأقرها بقلبه، وبعد ما قال الكلمة أتاه سهم في عنقه فمات. عمل 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 لم يعمل عملا، تنفعه الكلمة ولا تنفعه؟ تنفعه إن شاء الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك، لما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك، صدقوا بذلك وآمنوا وصلوا. أول تشريع بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول تشريع في الإسلام، الصلاة. الصلاة. وهذا يدل على أن المسلم أعظم عنوان ينبغي أن يرتبط به عنوانه الصلاة. طيب، إذا الصحابة آمنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدقوا بذلك بقلوبهم. طيب، نمرة اثنين، فرض عليهم الصلاة، عملوا إيه؟ آمنوا وصدقوا بالصلاة وصلوا. طيب، ثم فرض عليهم الهجرة، فرضت الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن. إذا التشريعات واحدة واحدة، والأعمال واحدة 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 واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكل الشرائع، الشرائع لم تنزل جملة واحدة، وإنما نزلت منجمة، نزلت منجمة مفرقة، مفرقة. كل فترة ينزل التشريع. الصلاة، الناس صدقوا وصلوا. طب الهجرة، والهجرة صعبة جدا، أصعب من الصلاة. ليه؟ لأن الهجرة تترك مالك وأرضك وأهلك ودارك، فهذه مسألة عسرة لا يقدر عليها إلا من وفقه الله تعالى وسدده. فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن. طيب، راحوا المدينة بقى، نشوف بقى التشريعات اللي في المدينة. فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد، فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا. ثم فرض عليهم الحج، فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. دي مسألة مهمة جدا يا إخوان، ما فيش حاجة اسمها الدين بتاع ربنا وأي دين فهو صواب، لأن كل أديان موصلة إلى الله. هذا كلام يعني الملاحدة العلمانيين قاتلهم الله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. مش حاجة اسمها الدين البوذي والنصراني واليهودي والزرادشتي، كلها أديان أي موصلة ربنا، كلها تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء. هذا كلام فاسد، لا نعرف إلا دينا واحدا وهو دين الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في الأرض، من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا الدين المصطفى
المجتبى المرتضى هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، وهو دين إخوانه من الأنبياء قبله، دين عيسى وموسى وإبراهيم وإسماعيل، كل الأنبياء دينهم واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، الحديث المشهور الذي يحفظه الناس جميعا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، حالا بعد حال. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: بدأ الإيمان ناقصا، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى تم. بالفعل، يعني لو إن هناك رجل مسلم صحابي مات بمكة، هل شرائع الإيمان التي أتى بها كشرائع الإيمان الذي مات بعد فتح مكة، ولا الأمر في اختلاف؟ هذا مؤمن وهذا مؤمن، ولكن هذا أتى بشرائع الإيمان بتمامها وكمالها وهذا لم يأتي، ومع ذلك فهذا مؤمن تام الإيمان لأنه عمل بما انتهى إليه. فكل مسلم مكلف عمل بما انتهى إليه فهو مطيع بحسب ما انتهى إليه، فمسألة العلم بالشرع مسألة نسبية لا يتفق الناس على نسبة فيها، بل علم أهل العلم ليس كعلم تلامذتهم، ليس كعلم من دونهم ومن دونهم، حتى نصل إلى عامة الناس ودهمائهم، فالأمر متفاوت نسبيا. فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في هناك أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أحاديث صحيح. قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض. دي مسألة مهمة جدا، أنا قلت لكم إن الاستدلال بأحاديث الوعد المطلق سيجيب عنها الإمام الأجري، ومن أحاديث الوعد المطلق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. عندما نقول المرجئة ونذكر حد الإيمان فإن هذا المفهوم يدخل فيه أيضا الجهمية. الجهمية مذهبهم في مسألة حد الإيمان أي تعريف الإيمان ومعرفة الإيمان، كلامهم في ذلك ككلام المرجئة، ولذلك يطلق هذا على هذا وهؤلاء على هؤلاء في هذه المسألة، في هذه المسألة. قال الإمام الأجري: باب معرفة
أي يوم نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفضل ما يعرف به سبب النزول أن يعرف بالنص، أن يعرف بالنص. ومن جملة النص في ذلك نص الصحابة، إن الصحابي يقول إن الآية الفلانية نزلت في كذا، أو نزلت في المكان الفلاني، أو نزلت في الوقت الفلاني، أو نزلت للسبب الفلاني. ده من أرقى أنواع أسباب النزول. النص الشرعي سواء كان قرآنا أو كان حديثا يشد بثلاثة أوتاد. لما نتعامل مع نصوص القرآن لنفهمها، أو مع نصوص الحديث لنستعلم ما بها، النصوص دي مشدودة بثلاث أوتاد. الوتد الأول وتد اللفظ المتضمن معناه، ده الوتد الأول، اللفظ المتضمن معناه. طب ليه احنا قلنا اللفظ المتضمن معناه؟ لأننا لو قلنا بوجود لفظ من غير معنى لقلنا بذلك بوجود أسماء جامدة لا دلالة لها. والأسماء إنما تتداول لما تحمل من معان، ولولا ما فيها من المعاني ما أمكن تداولها. أنت لما تروح السوق كده تشتري كيلو لحم، لما تقول للراجل هات لي كيلو لحمة، كيلو لها دلالة ولحمة لها دلالة، لا هيجيب لك كرشة ولا كبدة ولا هيجيب لك فشة ولا هيجيب لك رج ولا أي حاجة، أمال هيجيب إيه؟ لحمة، لأن اللحمة لفظ له دلالة. طب كيلو ممكن يقطع لك ثلاثة كيلو ولا أدي كيلو لحمة، ولا كلمة كيلو لها دلالة، لها دلالة حصرية عددية. إذن كل لفظ يتضمن إيه؟ معناه، كل لفظ يتضمن معناه. فبالتالي ألفاظ الكتاب والسنة متضمنة لمعانيه. يعني لما تيجي تقرأ نص في القرآن أو نص في السنة لابد تحاول تفهم إيه معنى الألفاظ دي، لأن لا يمكن أن توجد ألفاظ من غير إيه؟ من غير معاني. طب لو قرأت وما فهمتش يبقى العيب موجود فين؟ فيك أنت. يبقى المشكلة فيك أنت، حاول أن تعالج ذلك إما بالطلب أو السؤال أو نحو من ذلك. أدي الوتد الإيه؟ الأول. الوتد الثاني الحكمة، يبقى اللفظ المتضمن معناه. الوتد الثاني حكمة هذا النص، الحكمة، القصد، القصد من وراء هذا النص، في هناك حكمة. الحكمة دي مرتبطة بمعرفة روح الشرع ومقاصده. لابد المسلم يبقى عارف شرع ربنا عز وجل ما هي روح الشريعة ومقاصد الشريعة. وأفضل من عالج هذه الموضوعات بإفاضة وعناية، الاثنين مع بعض، استفاضة وعناية، الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الرائع الذي لا نظير له، الموافقات. بقول الذي لا نظير له، اللي تلاقي له نظير في هذا الباب يقول لي. الذين كتبوا في هذا الباب، باب المقاصد الشرعية، إنما اقتبسوا الكثير مما ذكر فساروا على هداه، أو كانوا أشتاتا من جملة خيره، جزاهم الله جميعا عنا خير الجزاء. حاول أن تقارن مثلا بين كتاب العز بن عبد السلام في اللي هو قواعد الإمام العز بن عبد السلام وبين الموافقات، حاول أن تنظر في ذلك. أو تنظر مثلا لكتاب القرافي، الفروق للإمام القرافي وبين كتاب الموافقات للإمام الشاطبي.
انظر وقارن حتى تجد الفارق العظيم. وحتى لو أنت نظرت إلى كتب الأشباه والنظائر في أصول الفقه، وكتب الأشباه والنظائر كتب متضمنة لكثير من القواعد المعالجة مقاصد الشرع، ومن أعظم الكتب في مسألة الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 911 هجرية، كتاب رائع. قارن بينه أيضا وبين كتاب الموافقات للشاطبي، تجد الفارق عظيما. إذن معرفة روح الشرع، حكمة ذلك النص، الوتد الثالث تنزل النص، تنزل النص، كل نص له بعض المعلومات المتصلة به، سبب نزوله، نسخ ولا منسوخ، مكي ولا مدني، ليلي ولا نهاري، سفري ولا حضري، هذه كلها معلومات لا بد من معرفتها، لأن معرفتها مفيدة جدا في فهم النص. طيب، فهنا سيذكر في أي يوم نزلت هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم، في أي يوم؟ إذن هذه متعلقة بالوتد الثالث اللي هو تنزل النص، يعني معرفة في أي يوم، في أي وقت، في أي شهر، في أي مناسبة، هذه كلها متعلق بتنزل النص. روى بسنده عن طارق بن شهاب قال: إن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اللي هي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها عيدا. يعني الآية دي لو نزلت على اليهود لاتخذها اليهود عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنا عارف نزلت أي يوم. أنزلت يوم عرفة، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. يا ده بالتحديد يوم جمعة ويوم عرفة، ده نص والحديث صحيح. طيب، هذا الحديث في مسلم وفي غير حديث صحيح، والإسناد الثاني برضك شبيه به ولكن بزيادة لطيفة. قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المقصود أنها نزلت وهم وقوف على عرفة، أي وهم إيه؟ يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهم يمتثلون الشرع، أي وهم مطيعون لله عز وجل، لأن الحج من جملة الإيمان. يعجبني في ذلك الأثر بتاع ابن مضعون عندما شرب الخمر، وقدامة ابن مضعون كان ممن شهد المغازي أو بعضها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر في عهد عمر، جاب عمر: ليه قدامة تشرب الخمر؟ لماذا تشرب الخمر؟ قال: إن الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأنا ممن اتقيت وأنا ممن آمنت واتقيت وأحسنت.
فطالما أنا آمنت واتقيت وأحسنت إذن يجوز لي أن أشرب الخمر. إن ربنا بيقول إيه؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ جناح. فرفع الجناح يقتضي عدم المؤاخذة، يعني يقتضي إيه؟ الحل والإباحة، يقتضي الحل والإباحة. فالله سبحانه وتعالى نهى عن طرق البيوت في ثلاثة أوقات، لكن إذا طرقت البيوت في غير هذه الأوقات لا جناح. يعني كلمة لا جناح مباح، فمعنى ذلك إن طالما هو آمن واتقى وأحسن إذا مباح له أن يأتي بأي معصية شاء فشرب الخمر. فكان من جملة فقه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وأحسنت ما شربت الخمر؟ فبالعكس، أنت لو آمنت واتقيت وأحسنت ما تشرب الخمر، مش تشرب الخمر، أخطأت إثتك الكفرة. يعني ما عرفتش إيه؟ تفهم النص فهما صحيحا، أخطأت إثتك الكفرة ثم أمر به فجلد. هذا الصحابي ولكن لم يفهم النص على وجهه الإيه؟ الصحيح، وفهمه عمر رضي الله تعالى عنه. إذا وجود الطاعات، وجود الطاعات مشعر بالإيمان، مشعر بالإيمان، فالأعمال داخلة في الإيمان. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب والجنان، ثم بعد ذلك عمل بالأركان. قال الأجري: باب بضمتين، يا ريتني شاكل ضمتين كده، باب على كم بني الإسلام، على كم بني الإسلام. وأتى بحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم من وجوه أخر، وهو بهذا السياق من رواية الترمذي. الحديث الذي بعده أيضا حديث عبد الله بن عمر، وهذا هو سياق البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. لغاية هنا نفس السياق بتاع مين؟ بتاع الترمذي. لكن بقى الخلاف هنا بقى: وحج البيت وصوم شهر رمضان. دي رواية البخاري ومسلم. الحج قبل الصيام ده رواية البخاري ومسلم، والصيام قبل الحج ده في غير البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو، وعن الإيمان ما هو، وهو حديث جبريل المشهور. ثم بعد ذلك باب ذكر أفضل الإيمان ما هو، وأدنى الإيمان ما هو. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى أي تجنيب الأذى الطريق، أي أن تنحي الأذى عن الطريق.
والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث حديث صحيح، ويدل هذا الحديث على أن الإيمان يتجزأ ويتشعب، أن الإيمان يتجزأ ويتشعب، وهذا فيه أعظم رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا الإيمان هيئة واحدة لا تتجزأ ولا تتشعب. ونقف بإذن الله تبارك وتعالى على ذلك الباب اللي هو باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وباب طويل، فنجعله بإذن الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى المستعان.